تواصل الحكومة جهودها لدفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة وزيادة معدلات التنمية، وقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 48 قطعة أرض في 18 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة، وذلك لتوفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات. في إطار جهود الدولة لتعزيز مجالات التعاون الثنائي بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التقت بالممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الفاو عبد الحكيم الواعر، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة. كما تم بحث جهود منظمة الفاو لتمكين المرأة من خلال مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الذي تعمل عليه في الفترة الحالية بتمويل من الحكومة الكندية. إلى البورصة المصرية، والتي ارتفعت مؤشراتها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بإعلان البنك المركزي إعلانه لدخول المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري المحدود ومتوسط الدخل والتي تقدر قيمتها 100 مليار جنيه لحيز التنفيذ. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. مكاسب أسبوعية قوية في رأس مالها السوقي حققتها البورصة المصرية بنحو 22 مليار جنيه مدعومة بإعلان البنك المركزي دخول المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسط الدخل بقيمة 100 مليار جنيه حيز التنفيذ. رأس المال السوقي ارتفع بنسبة 3.32% مسجلا بذلك زيادة أسبوعية بلغت 21.9 مليار جنيه، حيث وصل إلى 679 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مقابل 657 في الأسبوع الماضي. وأنهى مؤشر EGX 30 تعاملات الأسبوع عند مستوى 10561 نقطة مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 3.7%. كما سجل مؤشر EGX 70 صعوداً إلى مستوى 2474 نقطة مسجلاً بذلك مكاسب أسبوعية بنحو 6.68%. وسجل مؤشر EGX 100 ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 5.39% لينهي الأسبوع عند مستوى 3428 نقطة. وحققت البورصة إجمالي قيمة تداول خلال الأسبوع الحالي بنحو 32 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,278,000 ورقة منفذة على 225,000 عملية. جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام الجاري بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.9% وسجل العرب 7.2%، فيما سجل الأجانب صافي بيع نحو 1,388,000 جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 1,000,000 جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1,815 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 678 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 792 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 905 جنيهات، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 6,336 جنيه. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار البترول في ظل توقعات بنمو الإمدادات وزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 12 سنتا أو ما يعادل 2% ليبلغ مستوى 73.5 دولار في للبرميل. وأما على صعيد الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي زاد ب 16 سنتا أو ما يعادل 12% ليبلغ 71.8 دولار عند التسوية. يشهد قطاع السياحة في إسبانيا حالة من التراجع الحاد مع تباطؤ الحجوزات الأوروبية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. وقال رئيس الاتحاد الأسباني للفنادق والإقامة السياحية جورج ميشيل، قال إن الحجوزات كانت تسير بشكل جيد لكنها تباطأت خاصة من فرنسا، وقد أكد أن الوضع يتغير بسرعة كبيرة بما يحتم اتخاذ المزيد من القرارات.